هلا رح نروح لمساحة جديدة بحلقتنا لليوم، لكل لون من الألوان طاقة معينة بتنعكس على نفسية وطاقة كل إنسان فينا، فاختيار اللون المناسب بتعتمد على المزاج والمناسبة. ودراسات كثيرة ركزت على مفهوم جاذبية الألوان اختلاف النظرة وفق الجنسين. هون بينطرح سؤال، شو هي الألوان اللي بتجذب الرجل؟ شو هي الألوان اللي تأسر قلب المرأة؟ أكيد لحتى نعرف هي التفاصيل وبنحكي أكثر عن الموضوع، بس أنا أكيد نرحب بيسرى يوسف، أخصائية في علوم الطاقة. يسعد صباحك يسرى، وصباح يسعد الطاقة الإيجابية يسعد معك. صباحكم يا رب، وصباح ألوان الربيع. يسعد صباحك عن جديد يسرى. يعني عم نحكي عن الألوان وهذا هاجس صاير عند كل العالم ليعرفوا تفاصيل هذا الموضوع. خلينا نحكي عن الألوان التي تجذب الرجل. الأسود والأحمر معروف من الألوان اللي لها تأثير كتير على الرجل، وخاصة لما تلبسون المرأة، فشو تأثير هاللونين على طبعا جذب الانتباه؟ اللون الأحمر دائما بنشوف أنه الرجل أو الأنثى بيجذبوا بعضهم باللون الأحمر، لأنه اللون الأحمر لون الشغف والحيوية والنشاط، وبيعطي إثارة، وخاصة اللون الأحمر الناري بيدل على زيادة النشاط الجنسي عند الطرفين. في عنا اللون الأسود، هو لون الأناقة، هو الأناقة سيد الألوان وبيعطي غموض، لهيك إذا بدنا نشوف حدا لابس أسود يمكن بيبهرنا، ما بنعرف شو مخبي وراه اللون الأسود، ولكن هو بيعطي غموض، لهيك إحنا بيجذبنا هالألوان هاي. إذا بدي أحكي عن الرجل شو بيحب اللبس، إنه اللون المناسب، فهو اللون الأحمر. اللون الأحمر دائما بيعطي شفافية، بيلفت الانتباه فورا، إذا شفنا لون أحمر فورا بتلاقينا اطلعنا. حتى المرأة بتحب اللون الأحمر يلبسه الرجل، مثل ما حكيت إنه هو شغف أكثر شيء وإثارة. كمان في ألوان تانية غير الأحمر والأسود بيحب الرجل إنه المرأة ترتديه، هو اللون الأبيض أو اللون الأزرق. اللون الأزرق نحن بنعرفه إنه للرجل، ولكن الرجل بيحب إنه المرأة ترتدي اللون الأزرق، لأنه بيعتبر حاله إنه هو لديه القدرة على القوة، وأنه أي امرأة بتلبس أزرق بتزود من زيادة لبس الأزرق، أنه تعتبر امرأة خاضعة له. لهيك يعني مو شرط نحصر اللون الأزرق أو الأسود، فحسب المزاج. أنا بعتبر أنه مو شرط إذا هذا الرجل بيحب المرأة تلبس لون أحمر وبيجذبه أنه رجل تاني، فهي حسب المزاج أو حسب ما يلبق لها، يمكن ما يلبق لها كمان أكيد. كمان يسرى، بالإضافة للألوان يلي مثل ما قلتي بتجذب الرجل أو المرأة، كمان في ألوان بيقولوا بتعزز الثقة بالنفس، إن كان في مقابلة العمل الأولى، إن كان في مجالات الحياة، إن كان حتى بحياتنا وتفاصيلنا اليومية. شو هي الألوان وشو سبب ارتباط هذا الشيء بثقة يلي بتمنحنا إياها هاي الألوان؟ بنرجع لنفس القول، انه يمكن هذا اللون بيعجبني ما بيعجبك، او بيعجبها ما بيعجبني، فحسب مزاج الانسان. اللون يمكن هلا اقول لك على لون انه هو بيعزز الثقه بالنفس، يمكن ما تحبي اللون الاصفر، كثير بيعزز الثقه بالنفس، بيعطي قوه. فانا بشوف الانسان اللي ما بيحب اللون الاصفر بيكون في رفض من العقل الباطني للون الاصفر، لانه اللون الاصفر بيعالج العقل الباطني وبيعطي تعزيز للقوة والثقة بالنفس أكثر. في عنا كمان اللون الأخضر يلي دائما بيعطينا قوة وحيوية وروحانية عالية. كمان الأزرق بيعطينا هدوء واتزان. يعني في عدة ألوان ناخذها على ألوان قوس قزح، بس نشوف لون قوس قزح عفوا، أي إنسان بيشوفه بيعطي بشرة. فهي الألوان وخاصة اللون الأصفر هني اللي بيعزوا الثقة بالنفس أكثر. يمكن مثل ما قلتي ألوان كتير يمكن يلبسها أي من الجنسين، المرأة أو الرجل، لكن بتعتمد على نفسية ومزاج الشخصية اللي لابستون. خلينا نحكي عن دلالات الألوان بالتفصيل، وهل لها علاقة بالأبراج؟ يعني كتير بنشوف منها أنه مثلا أنا بحب اللون الفلاني، اللون الفلاني بس بيلبقولي بالفطرة بنحبهم بس بيلبقولي، صح؟ ففي له علاقة بالأبراج أو بشخصية الإنسان؟ طبعا حكينا يمكن من حلقتين عن الابراج وعلاقتها بالالوان، بس بنرجع لنفس الشيء، انه يمكن برج الجوزاء بيناسبه اللون الكذا، يمكن صاحب برج الجوزاء يرفض هاللون يلبس غيره، فهي بتعتمد على المزاج. بس انه علاقه الالوان بالابراج طبعا علاقه قويه، وكمان فيني اقول انا الحجر المناسب، كمان لون الحجر المناسب، الحجر الكريم، اذا الواحد بده يشتغل على
صحة نفسية طاقة. جيدة أو طاقة جيدة لازم يتبع حجر كريم معين شو بيتبع للبرج بيناسب لك البرج أو اللون إيه طبعاً لأنه كل برج له حجر معين وألوان معينة فيه للأحجار بتعطيك روحانية كتير عالية وإذا نجي على الألوان كمان مع الحجر الكريم بيعطيك كمان روحانية عالية وبيعطيك ثقة بالنفس أكبر كل الألوان كل لون له دلالته اللون الأبيض دائما ليش حطوا لنا حمامة سلام لأنه بيرمز للسلام دائما وللثقة بالنفس وللهدوء أنت بتقولي لي لا تلبسي أسود مع أنه أنا كتير بحب يعني هو بدل أنه على الحزن لكن هو يعني أنه سيد الألوان مو شرط يدل على الحزن الأسود هلأ نحن نعرف أنه هالأحيان بيلبس بالحفلات اللون الأسود بيلبس بالاجتماعات الرسمية هو سيد الألوان بس بيعطي غموض يعني صاحب اللون الأسود دائما بيكون في شيء غامض كابته فإذا جيت هلأ بس بيخلص البرنامج بقعد بعرف شو زوزو بتعاني لحتى اليوم لابست لك أزرق بس اللون الأزرق وخاصة النيلي بيدل على الروحانيات العالية يعني أنت إنساني هادئة بظن برجك الجوزاء إنساني هادئة بالرغم من أنه برج الجوزاء بنعرفه نحن أنه عصبي نيراني بس روحانياته عالية ما فينا نحكم على الشخص أو على البرج أو على اللون بده يكون الثلاثة مرتبطين ببعضهم يعني هلأ أنا بشوف لابسي أنت نيلي من أنواع النيلي من درجات اللون الأزرق إنساني هادئة اليوم فايقة يمكن رايقة عندك طمأنينة عندك روحانية عالية منتظرة شو بكرة دائما من في الصبح مثلا بدنا نقين اللون المناسب اللي نلبسه يمكن في الصبح ما نختاره نلبس أي قطعة مناسبتنا تكون الروحانية بتفاعل بلون طبعا بتكون روحانيتك أو ذبذبات الجسم هي اللي بتطلب اللون أحيانا زينب بدون ما نشعر صحيح. لأنه أكيد كل لون له ذبذبات معينة وله علاج معين للجسم أكيد كمان يسرى ما بننسى ألوان الفصول بين الشتي ربيع صيف لو أنه كتير من الأحيان نحن بنكسر هذا الروتين لكن بيضل يمكن ألوان الصيف تعطينا حياة تعطينا طاقة بشكل متجدد أدي بتشوفي اليوم الألوان اللي بننصح فيها بالصيف شو هي ممكن لازم تكون إن كان باللبس وخلينا كمان نحكي بشكل تفصيلي أكثر عن المكان شو هي ممكن الديكور اللي بتحسي لازم يكون لونه هو الأمثل لإلنا لحتى نريح بالنا مثلا إن كان حتى بالبيت بيقولوا أوقات نبعد عن الأحمر ينصحوا بألوان معينة شو الألوان اللي بتنصحينا فيها إن كان بالديكور المنزل أو مكتب أو أي مكان بنتواجد فيه سألتيني على ألوان الشتاء يعني حسب ألوان الشتاء حسب كلمة شتاء معناتها بده ألوان هادئة ألوان غامقة ألوان تعطيك هدوء أكيد ما فينا نلبس مثلا بني بالصيف لأنه بيعطي كمان أو أسود الأسود حتى بيقولوا بيعكس الشمس أو بيعكس الحرارة عليك يعني فالألوان الفاتحة أكيد بناخدها نحن بالفصل الربيع أو الصيف يعني مثل الأورانج مثل الأصفر مثل الزهر مثل الأبيض مع الزهر كتير طالع حلو يعني بيعطي هيك دبلوماسية يعني أنت من النوع أنا أبدا الدبلوماسي أو مو شرط يعني دائما يكون نفسيتنا هجومية أو أي شيء ما دخل أحيانا الوضع اللي نحن نحطينا فيه خلانا نصير هجوميين يعني الأحداث اللي مرقنا فيها حكينا أنه خلت الإنسان غصبا عنه يصير هجومي ولكن أنت من طبيعتك لا هذا أنا بشوف الألوان اللي بدنا ندخلها على المنزل وقلتي لي على الأحمر أكيد الأحمر ما منحطه بغرفة المراهقين نهائيا لأنه نحن قلنا بأنه بيزود أو تزداد حركة النشاط الجنسي فأكيد نخفف منه أو ما ندخله بغرفة المراهقين نهائيا فينا اللون الأزرق فينا ألوان الربيع فينا ندخلها فينا ندخل اللون الأخضر فينا ندخل بغرفة الأولاد اللي عندهم ما عندهم ثقة بنفسهم أو فرط نشاط حركي فينا نحط مثلا نخفف من الأزرق عندهم خاصة الصبيان ندخل لون أصفر وخاصة الولد اللي بيكون ما عنده ما بيحفظ زيادة بدروسه يعني إذا بدنا نزرع بالعقل الباطني عنده اللون الأصفر إنه يحبه رح نلاقيه بعد فترة شهر شهرين إنسان هادي إذا اعتمدنا على الأصفر والأصفر وبيصير يركز وبيصير يحفظ طبعا كل غرفة بنقعد فيها نحن أو بنجلس فيها في إلى ديكور معين أو ألوان معينة ولازم يكون في فصل مثلا مثل الصالون لازم نعتمد على قطعة تزريعة خضراء ألوان الفضة كتير حلوة بالصالون
الالوان اللي بدنا نقعد مثلا بغرفه القعده ندخل فيها لونين ثلاثه. كمان انا بقول لهم اكثر الناس انه معلش بندخل الابيض على الاخضر على الازرق، يعني بيعطينا شويه روحانيه، بيعطينا هدوء. لازم نكسر الروتين، يعني دائما انا بنصح سيده البيت او سيده المنزل انه كل شهر شهرين غيري بحركه الخزانه، غيري بحركه البراد مثلا. بتغير من نفسي. طبعا بتتغير من نفسي لانه الروتين كثير مزعج وقاتل. نعم. يعني دائما يسرى بتعطينا معلومات وطبعا طاقه ايجابيه من خلال الالوان. هلا كل حدا يمكن من الصبايا صار عنده هلا فوبيا الالوان خلينا نقول، بس دائما بنقول انه البسوا الالوان بتريحكم اللي بتحبوها حتى تعطيكم ثقه بالنفس. شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وناطرينك بشي جديد. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك يسرى، دائما عم تضيفي لنا شيء مميز بحلقتنا، ان كان من هي المعلومات وان كان حتى بالنصائح اللي فعلا انا وزينب وباقي الصبايا عم نحاول قد ما فينا انه فعلا نتقيد فيها ونمشي فيها. شكرا لك. شكرا لكم. يعطيك العافيه فرح. اكيد هون بتكون وصلت محطاتنا للختام اللي تضمنت محطات عديده عن الانشطه الثقافيه والفنيه اللي عم يشهدها نبض الشارع السوري. لكل المواضيع اللي بتحبوا انه نسلط الضوء عليها بامكانكم مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. موعدنا بيتجدد كل يوم الساعه 9 صباحا، ومسك الختام تحيتنا لابطالنا بالغوطه الشرقيه اللي عم بيسطروا اقدس البطولات، وكل يوم مع نصر جديد. باي باي. أكيد زينب أنا كمان بدي أتمنى لك بقية نهار ممتع، وأكيد نتمنى أنه نكون قدرنا نحقق خلال مشوارنا الصباحي معلومة أو فكرة جديدة بتفيدكم بحياتكم. أكيد رح تطلعوا لآخر الأخبار أبرز الأحداث أبو برفقة رشاد الإخبارية السورية بتغطيتها على مدار الساعة. لكل حدا حابب يشاركنا بفكرة أو اقتراح مالكم إلا ترسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تحياتنا دائما وأبدا لأبطال الجيش العربي السوري. موعدنا بكرة. باي باي.